صدقي. نحن أبناء مدرسة القائد الخالد حافظ الأسد وأبناء مدرسة الرئيس القائد بشار الأسد، ونحن أحفاد سلطان الأطرش أبناء هذه المدرسة. الآن انتصرت الإرادة السورية على إرادة المحتل، وكان هذا التحرير السوري بامتياز، أرادوه مشروطا فأردناه سوريا فكان سوريا، وهذا الدليل وهذه الأعلام ووجودنا داخل جولان السوري المحتل. الآن الآن تحررت أنا وصديقي أمل من الأسر، وغدا سيتحرر الجولان من الاحتلال وسيعود إلى حضن الوطن الأم سوريا. عندما يرفع الرئيس القائد بشار الأسد العلم العربي السوري في كل ساحة من ساحات الجولان وعلى كل تلة من تلال الجولان، هذا اليوم انتصار لإرادة المناضلين، إرادة الشرفاء في فلسطين، الأسرى الفلسطينيين. من حق الجميع أن يفرح بهذا اليوم، وكلنا شركاء في هذا الانتصار، شرفاء فلسطين، شرفاء الأمة العربية وكل أحرار العالم.